يا اهلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في ساعة جديدة من رايكم شباب عبر قناة الراي. دائما نكون متعودين من الست للسبع ومن يوم السبت ليوم الخميس نلتقي معاكم في هذه الاجواء الممطرة وغرقة حلوة. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا سالم، مساء على كل متابعينا في برنامج رايكم شباب. اليوم حلقة ممطرة تماما، وطبعا هذه الاجواء ان شاء الله تكون خير عليكم ونزول الامطار، بس دير بالكم بالشوارع. يعني احنا ما ادري شلون احنا غصب وصلنا اليوم في التلفزيون، لكن اصرينا عشان نوصل لنقدمكم باقه جميله من فقراتنا في برنامج رايكم شباب. بس اجواء جدا جميله بالضبط، كل مكان الوضع غرقان في كل المناطق اللي قاعد تشوفين، كل المناطق وكل المجمعات اتوقع، يمكن مستشفيات بعد غرقانه. بس ترى في ظل هذه الاجواء حتى لان قاعد نشوف زحمه ويلا وصلنا لهني، لكن هم الواحد سعيد في هذا المطر، خصوصا صار لنا فتره طويله ما يالنا مطر مثل هذه المطره. لكن تدري الحين منو متاذي؟ لبهات. ليش؟ لانهم يبون عيالهم. لا 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 لا، مو علشان كذي، يبا شلون اشغل المساحه هذه؟ انا اول ما مسك مساحه السياره ما تعرفين تشغلينها؟ لا، دقيت على ابوي شلون اشغلها. فاحنا اتوقع كلهم نفس الطريقه، يا انا مو عارفه تسوق، يا انا مو عارفه تطلع بهذا الماي، انا خايفه قاعد تبكي وتلقاها. في ناس انا طلعت من الجامعه، في ناس صافطين على الجنب، صارت زحمه خايفين يسوقون. بالضبط. يبا اسوق بالماي؟ لا، لما اذا بالمطر اطق اشاره عشان الف ولا تزلق السياره؟ توصل مرحله ما تخافون، بس دير بالكم بهذه الاجواء. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يقيم على هذه الارض بسلام باذن الله تعالى، وان شاء الله امطار خير. ادعوا ان الله يرزقنا كل خير باذن الله تعالى. آمين. امين اكيد. لكن خلينا احنا نبتدي في فقرات رايكم شباب، خصوصا اليوم الفقره راح تكون فقراتنا متنوعه، واكيد مثل ما الجونا متنوع اكيد طبعا راح تنوع الفقرات. اكيد طبعا. قبل ما بس فقراتنا راح اقول لكم موضوع حلقتنا اليوم جدا مهم ويخص رايكم في هذا الموضوع. موضوع حلقتنا اليوم، هل زوجة الاب دائما نشوف ان هي ظالمه؟ لان دائما ما ننظر في المسلسلات في المجتمع بشكل عام ان زوجة الاب تكون ظالمه، هي ظالمه او مظلومه؟ طبعا زوجة الاب يعني مو الوالده الله يحفظها لكم، يعني الوالد اذا قرر انه يتزوج الثانيه، فدائما يشوفونها سواء كان بوجود الام او غير وجود الام ان لابد يشوفونها بظالمه. لكن ابي ارائكم في هذا الموضوع، هل زوجة الاب ظالمه ام مظلومه؟ ففي اراء تختلف، اي لا محايد ممكن تكون جدا طبيعيه. طرق التواصل جدا مهمه عشان تتواصلون معنا في برنامج رايكم شباب عن طريق تويتر @رايكم_اس والاتصال 2495-3560، انستغرام البرنامج رايكم شباب، كلمه رايكم شباب. اللي حاب يتواصل معنا في الصور متابعينا في الانستغرام راح يصير @رايكم شباب عشان تتابعونا وتشوفون اخر الامور والمستجدات. نعم، ايضا راح تكون معنا مثل ما تعودتوا في كل اثنين فقره رياضيه مع المحلل الرياضي انور صرخو، لكن اليوم راح نطرق مو بس للمباريات العالميه، ايضا مباريات المحليه وتصفيات كاس اسيا اللي خاضتها منتخبنا الكويتي مع لبنان. راح نتعرف اكثر على هذه الاخبار الرياضيه في فقره انور صرخو. اكيد طبعا ان شاء الله يوصل لنا بالسلامه، لان الاجواء شوي ممطره وغزيره في بعض المناطق او تقريبا كل المناطق، ونشوف هذه الحاله الممطره، ولكن تحتاج رياضه، لازم انت دام قاعد البيت تشوف رياضه. ففقره الكابتن تاتيانا من اوكرانيا دائما تعطينا فقره رياضيه صحيه جدا مهمه لكل الشباب، اليوم راح تكون معنا في البرنامج معدلكم من قبل الاعداد. ايضا راح تكون معنا تقرير حول تغطيه لبطوله فعاليات بطوله دبي العالميه للضيافه. نرجع حق موضوع حلقتنا ونرد نعيده، لو هل تعتبر زوجه الام ظالمه ام مظلومه؟ في ناس تنظر لها انها هي ظالمه، في ناس اذا كانت هي زوجه ام تشوف انها هي نفسها مظلومه. صح. انا رايي بالموضوع ما اقدر يعني شوي أعطي الرأي، لأن الحمد لله يعني الوالد متزوج، لا تطالع البرنامج شباب، فالوالد الله يحفظها. بس أنا أنظر بشكل عام، حتى لو الوالد يعني أب أحد الأهالي كان متزوج لأي سبب من الأسباب، ما أتوقع أنه ممكن تكون مظلومة، لأن الشرع حل الأربع. فاحنا المجتمع شوي نرفض هذه الفكرة، ولكن شرعيا هي ما فيها شيء. يصير في ظلم، أنا أقول لك مثلا لما العيال يكونون مقابلين الأم أو زوجة الأب، فيصير في مشاكل ما بينهم. حتى لو مرات عادي نشوف زوجة الأب تكون مظلومة من قبل الأطفال، يحطونها بمشاكل عشان الأب يطلق الزوجة، ونفس الشيء بالعكس، مرات تكون طمعانة بالأب
فالأطفال عشان ما يأخذون نفس الحق، فهي في عملية يعني طردية أو عكسية عفوا في هذا الموضوع، تصير مشاكل ما بين الطرفين مش الطرف واحد. إنزين، شو اللي خلى زوجة الأبو تكون في إطار أنها هي ظالمة؟ لأن الأكثر أو الأغلب نشوف أنها هي ظالمة مو مظلومة. أنا أتوقع أن واحدة من الأمور المسلسلات اللي قاعدة نشوفها تخلينا والله لازم تكون زوجة الأب تكون ظالمة متسلطة، تلقاها تمارس العنف ضد الأبناء، طقهم ولا أي كان. فتوقع هذه واحدة من الأمور اللي تخلي الناس حتى لو ما كانت هي ظالمة بتكون عندنا هذه الفكرة أن هي ممكن تكون ظالمة، وممكن تشوف أن طريقة تأثر الأبناء تصير بشكل سلبي. لكن العلم في وايد يعني بالمجتمع أنه بالعكس يعني بحسبة الوالدة تعاد أن تربيهم، تخاف عليهم، تحرص على سلامتهم، لأن بنفس الوقت هذيل عيال ريلها، فما راح يكون في حق إلا إذا كانت فيها مشاكل في بعض الأمور. راح نطرق في تفاصيل هذا الموضوع من خلال حلقتنا اليوم، لا تنسون التواصل معنا في البرنامج. لكن ننطلق في أولى رحلاتنا في برنامج رايكم شباب، وموضوع مهم بطولة دبي العالمية لضيافة في هذا التقرير، ونرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، حييكم ونرحب فيكم في الرسالة الإعلامية الثانية من مركز دبي التجاري العالمي. نغطي معاكم إن شاء الله فعاليات بطولة دبي العالمية للضيافة تحت شعار الضيافة الإماراتية بين الماضي والحاضر. اليوم أعزائي المشاهدين عندنا العديد من المسابقات والمشاركات العالمية وأيضا المحلية، راح نشوفها مع بعض. من ضمن المسابقات مسابقة النحت على الخضار والفواكه، وكذلك مسابقات وجبات الغداء والإفطار والعشاء، وكذلك تكريم أو توزيع الهدايا والجوائز على المحترفين والهواة، والعديد من فعاليات موجودة معنا اليوم راح نشوفها مع بعض إن شاء الله ونستمتع فيها. خلوكم معنا. تكلم الشيف اللي واحد من الشيفات اللي موجودين، يقول ان اليوم الامكانيات اللي حصلها في دبي في دولة الامارات من اعلى وارقى المستويات في الضيافة والطهي، فيقول هذا الشيء يضاف الى دولة الامارات ان هم خبرتهم العالمية مروا كل العالم ما شافوا المستويات والامكانيات، فهذا دل على الحرص ان اليوم نحن نبغى نطلع دولتنا بالإمكانيات العالمية العالية، فهذا جهد الحمد لله رب العالمين وحرص من قيادتنا على أن ندعم دائما المستوى أن يوصل المستوى العالمي، والحمد لله رب العالمين مشكورين.
أنا تاهي هون مشاركة بهالنشاط الرائع في دبي، وأنا يشرفني أكون موجودة هون بهالنشاط. هون في بطولة بين بلدان طهات جايين من عدة بلدان عم بيعملوا عروض طهي، وطبعاً بطولات في ثلج وفي أكل صيني وأكل فرنسي وأكل كندي وأشياء كثيرة، بس طبعاً الإضاءة متسلطة على المطبخ الإمارات. السلام عليكم، خلود المضرب من دبي. بدايتي كانت من 8 سنوات، كانت هواية وطورت الهواية مع تخصص، ولما وصلت لهالمرحلة طورت من نفسي، سويت وركشوب في البيت، ومع الوركشوب تعاملت مع الدوائر الحكومية مع الهيئات الخاصة، لما سنحت الفرصة أني أنا شاركت في معرض دبي العالمي للضيافة. أنا مريم الرميحي من إمارات دبي. اسم العطورات عندي ميازين للعطور، مشاركة بعطوراتي من الإبداعات المنزلية، وعندي عطورات رجالية نسائية مخلطات عربية. نحن أحد المشاركين في بطولة دبي للضيافة. اسم البزنس كيك إن كاب، هو عبارة عن كب كيك داخل كاب، والكب كل كب يمثل حدث معين أو مناسبة معينة. أعزائي المشاهدين، من مركز دبي التجاري العالمي قدمنا لكم الرسالة الإعلامية الثانية وأهم الفعاليات اللي صارت اليوم في بطولة دبي العالمية للضيافة تحت شعار الضيافة الإماراتية بين الماضي والحاضر. قدمنا عدة فقرات إن شاء الله تكون حازت على إعجابكم. لنا لقاء معكم إن شاء الله باكر. مع السلامة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير المميز لبطولة دبي العالمية للضيافة بين الماضي والحاضر. شفنا شلون ممكن هم يحاولون يقطين أو قرع لتحفة فنية شكلها جدا جميل. احنا اكيد مستمرين في فقرات رايكم شباب، لكن خلونا نروح فاصل صغير وبعدها راجعين. ردينا بعد برايك متواصلين معكم في برنامج رايك وشباب، وموضوع حلقتنا لليوم هل زوجة الأب مظلومة أم ظالمة بنظر البعض؟ نبي أراكم وتواصلكم لليوم، بس بوجه تحياتي لمن دمر حياتي. تحياتي نواف العنزي اللي قاعد تابعونا، براك العجيل، محمد بوليان، عبد العزيز النجار، مشاري التميمي، هذول الناس اللي قالوا لي يعني لحد الآن. هذا ترى الحين هم كلهم مجتمعين في ديوانية واحدة لأن ما يقدرون يطلعون. أي من المطر؟ لا من الشمس. لا بس ترى المطر مو بكل مكان متجمع فيه وايد، يعني صوب الجامعة ما فيه وايد، بس صوب الراي. لا بس لا صوب الشارع بعد. هذا لا بالجامعة بعد. أنا لما طلعت بين الدارية والشماعية كان هنا قاعد يصير نهر. بين الدارية والشماعية؟ إيه بشويخ. أي جامعة شويخ بين الدارية والشماعية، مو في مالباصات. أي الناس حقدوا عليك، أنا أصفت داخل، فاليوم اللي صف اللي يعني صافط فيه شوي بعيد يركبون باص. إنزين أنتوا باص يعني مقاطين تركبون باص، أنا مشيت ما تشوف القطرة. ني فائدة الكتب؟ ها ني فائدة الكتب واللي دش بتو كتب. لازم يروح يشتري نوت يرجع مرة ثانية. طبعا الموضوع حلقتنا اليوم جدا مهم، وهو شون تنظرون لزوجة الأب، هل هي ظالمة أم مظلومة؟ طبعا هني قاعد يقولون شوية في آراء
تختلف ويقولون على حسب يعني الاختيار. صدق يعني هي تعتمد على الشخصية نفسها، إذا كانت الزوجة هي زينة مو زينة ولا شو رأيك؟ هي ممكن تكون شيء، بس لما أنت تغرز الفكرة في الناس إن هي ممكن تكون ظالمة ولا لا، ترى حتى لو كانت هي إنسانة زينة بس تحط في بالها لا أكيد عيالها ممكن يسووا لي أشياء ولا يسووا لي مشاكل مع عيالي ويخليني يطلقني، فأنا لازم أصير أنا متسلطة عليهم. هذه يمكن واحدة من الأمور، حتى لو هي زينة ممكن تصير لهم مو زينة وياهم. صح، هي في أسباب كثيرة مثل ما قلت لك في بداية الموضوع، لأن ممكن الأبناء نفسهم يشوفونها غارية وهي غيرة في نفس الوقت، إن شون الأبو حط مكان أمي بديل، هم ينظرون لها شيء، ولكن هي بالنظرة الإسلامية الشرعية بالعكس هو محلل له، ولكن ينظرون لها في هذا الجانب فيحاولون يسوون يعني مشاكل لها على أساس إنه يحطونها في مشكلة. وللأسف لما زوجة الأب دالة تكون هي تحاول تصلح الموضوع هي أيضا بتسوي مشاكل تقول عيالك وعيالك، فتصير مشكلة، ومنو اللي آخر شيء يطلع بالمشكلة؟ الرأي اللي هو مسكين يعني بيتزوج لبو. وهذا احنا يقولون او موضوع 10,000 اللي حق الزوجة الثانية، او موضوع جدا طويل. فلذلك احنا نبي الاسباب، شنو برايكم ان ليش الزوجة ممكن تكون ظالمة وليش تكون مظلومة؟ نبي اتصالاتكم واحاديثكم في هذا الموضوع وراكم 2-4-9-5-3-5-6-0. زين احمد، شو اللي يخلي اليهال من وهم صغار ممكن انهم يمارسون نوع من المكائد مع مرت الابو، تصير مشاكل بينهم ممكن تخليهم يبتعدون عن بعض؟ انا قول انت سالتيني وانت بتجاوب. انا سالتك وابي اقول لك. تقولي انا اقول لك ليش من واحنا صغار، شنو القصه اللي دائما احنا نقراها احنا البنات، مثلا سندريلا وزوجة ابوها متسلطه وشون هي تخليها تخم البيت وما شنو. انا خلاص الحين من وانا صغيره مثلا، بس مو انا يعني، بس الطفل من هو صغير يبدا تركز عنده هذه الفكره، من هو صغير يكبر عليها، فخلاص ليش 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 تحطون الظلم او يعني الموضوع يعني. بشكل عام هو وسيله الاعلام بشكل عام، من مسلسلات من افلام من اشياء كنا نطالعها من واحنا، سواء كانت اجنبيه او عربيه. وللاسف لما ننظر للجانب الأجنبي إن هذا مو من عاداتنا وتقاليدنا، صح، فنتأثر فيه، فلما نكبر يكبر معانا وهم يعني تصير مشكلة جدا كبيرة. يعني هو ماكو بأمريكا مثلا أو بالأجانب بشكل عام في دول أوروبا والغرب ما عندهم إن الرجل يتزوج زوجتين، يعني عندهم زوجة واحدة، فإحنا عندنا أربع زوجات. سبب مشاكل أصلا زيادة عندهم. إيه، فلذلك إحنا شوية هذه تسوي فيها ربط في هذا الموضوع، موضوع الغيرة موضوع جدا مطول. نعم اكيد، احنا اكيد مستمرين في فقراتنا وسؤال حلقتنا لليوم، راح ناخذ ارائكم عبر السوشيال ميديا، لكن خلونا الحين نروح تقرير مع تاتيانا مدربه ونرجع لكم. Hi my dear viewers, Tatiana with you on RI TV from H24 Hours Fitness, which is in Crown Plaza Hotel. Nice to meet you again, and today we will focus on our upper body, which is arms, shoulders, and chest. Let's stretch our hands first. Very good. For our workout, we need the dumbbells. You can use 1, 2, 3 kilos. It should be comfortable for you. First exercise for biceps. Legs together, bend knees, tummy inside, and fix your hands down. 1 up, 2 down. Very good. You can repeat this exercise 15-16 times, at least 2-3 sets. Great. Continue the same exercise, just one by one hands, right and left. Very good. Put your hands up, down, and turn there. Again. 1, 2, 3, 4. Up, down, turn, and back.
Continue this exercise with the hands up, bend, down again. In this exercise, you are doing workout for shoulders and biceps. Let's make it a little bit harder. Hands up in front of you and open them. Hold your hands on 90 degrees and elbows also strictly up. Close and down again. In this exercise, you can decrease the weight. If you used before 3 kilos, now you can change for 2 or 1. Up to you, it should be comfortable. Remember, very important in every exercises to hold the correct position, proper position. In this case, in our case, for exercise now, we hold our lower back. Bent knees straight, hips, stomach inside. Hands up. Stretch them and up again. Bend over a little, put your hands down, straight back and shoulders down also. Try to look in front of you, not down, in front of you, in front of yourself. This is one, this is two. Hold your hands circle, not straight, circle. And open the elbows up. One dumbbell in your hand. Put your hand down and some exercise for triceps. Hold your hand near your head, like that. This is one, this is two. Just elbow. Let's take the mat and do some push-ups. Down on the floor, on your knees or on your legs, depends on your level. Hands under your shoulders and let's start. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 30 times or more. Plank, straight body, and move with your legs. Knee up and straight. Hold right side. And left. Forty seconds every side. Reach your back and hands. It was our upper body workout. Hope you enjoy. Thanks for watching us and hope to see you next session on our gym workout.
ردينا بعد هذا الفاصل وتواصلين معكم في موضوع حلقتنا اليوم وموضوع رياضي مثل ما تعودنا في كل أحد مع زميلنا المتميز اللي جاهد عشان يوصل اليوم بسلام بهذه الأمطار زميل المحلل العقلاني والمنطقي في نفس الوقت أنور صرخو. حياك الله. شكرا لك. الله يخليك. الله يسلمك. حياك الله. أكيد أستاذ أنور صرخو متعودين في كل يوم اثنين نحن نلتقي معاك نتعرف على آخر أخبار المباريات العالمية والأوروبية، لكن نبتديها الحين في المباراة المحلية في تصفيات كأس آسيا بين منتخبنا الكويتي وبين لبنان. شو شفت المباراة كانت؟ والله الحقيقة في الأكيد في النهاية نتيجة أنك تلعب على أرضك وتتعادل مع لبنان وأنت فايز عليه في الذهاب أكيد الجمهور ما راح يرضى فيها، يعني ما يتقبلها بالطريقة. لكن لا ننسى أول شيء منتخب لبناني فريق متطور الفترة الأخيرة وفاز على منتخب الكويت في الكويت في تصفية كأس العالم، يعني الموضوع ما كان في السهولة هذه. لكن احنا نشوف ان منتخب الكويت مو قاعد يتطور مستوى المدرب الاختيارات او دائما الاصوات اللي تقول بدل المطوع مو موجود، مو معقول انه بلاعب واحد المنتخب يوقف عليه. يعني بس تعديل الذهاب مو كان 1-1 تعادل الذهاب؟ ايه الكويت فازوا. الكويت كان تعادل 1-1. ايه لا الكويت تعادل 1-1. ايه لا انا قصدي التصفيات الاولانيه اللي صارت في كاس العالم على الملعب هذا علم بالكويت لبنان فازت. بالتالي يعني منتخب الكويت بالنسبة لازال هو متقدم على لبنان، لكن طبعا صار مبارتين تايلاند وإيران هي اللي يحددون مصير الفريق اللي راح يتأهل. تقريبا إيران وضعها صار قوي في المجموعة. حلو، الحين ننتقل إلى الدوري الأوروبي ومقتطفات كانت على كأس آسيا. نتكلم عن البرتغال وفوزها على السويد. طبعا البرتغال يمكن صار فريق قوي بامتلاك لاعبين أقوياء ولكن فاز بصعوبة. نتكلم عن هذه المباراة. ما كانت متوقع أن البرتغال يفوز بسهولة، طبعا مباراة قوية أقوى مباراة الملحق الأربعة، هي ما أربع مباريات هي كانت الأقوى والواجهة البرتغال السويد فريق قسمين كبار وراح كأس العالم مونديال 2018 راح يخسر واحد من هالفريقين. بالتالي المواجهة كانت مو سهلة. أيضا الهدف تسجل في اللحظات الأخيرة كريستيانو رونالدو أثبت وجوده في المباراة هذه، بعكس يعني كان دائما يتكلم بالمواجهة بين زلاتان إبراهيموفيتش من السويد وكريستيانو رونالدو من البرتغال. زلاتان اختفى في المباراة هذه، دائما عليه لوم إنه في المباريات الكبيرة زلاتان يختفي وما يقدم المستوى المطلوب منه. وبالتالي الحين صارت مواجهة الإياب مفتوحة الاحتمالات أكيد، 1-0 مو نتيجة كبيرة ما تضمن الوضع لمنتخب البرتغال. السويد عنده مجال يعوض، وايضا البرتغال راح يدش المباراه بالنهايه متفوق بفارق هدف واحد فقط بس. صحيح. نعم استاذ انور، اذا ننتقل لسقوط فرنسا امام اوكرانيا، شلون شفته؟ هل متوقع او غير متوقع؟ لا طبعا ما كان متوقع ابدا، خصوصا ان المنتخب الاوكراني ما يعتبر في افضل حالاته. اللاعبين اللي قاعد يلعبون في منتخب اوكراني كلهم محليين تقريبا، الاسماء اللي قاعد تلعب في انديه اوكرانيه ما يلعب، ما في اسماء نجوم مثل المنتخب الفرنسي اللي تقريبا مملوء بالنجوم في خط الهجوم، في جيرو، في بنزيما، في سمير نصري، في ريبيري طبعا احد المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم، اكيد اسم مؤثر، اسماء كثيره، فران دفاع ريال مدريد، اسماء طبعا ما نتكلم يعني اسماء كثيره يعني ما نقدر اكيد راح ننسى اسم او اسمين على الاقل. بالتالي كانت مفاجاه، لكن كثيرين تكلموا ان البرد القارس في اوكرانيا في منطقه اوكرانيا طبعا الوقت هذا من السنه الجو جدا بارد وممكن المنتخب الفرنسي تاثر بالوضعيه هذه، لكن بالنهايه محترفين ولازم يادون ومتوقع منهم دائما الافضل يقدمون الافضل. ايضا اياب ممكن منتخب فرنسا بتفوقه بالاسماء والخبره على اوكرانيا ومدرب مثل ديشام، اعتقد ممكن اوكرانيا فرنسا ترجع وتتاهل لكاس العالم. صحيح صحيح. ننتقل الى الحين مباراه اليونان وفوزها على رومانيا الجريك. والله هذه المباراه يمكن اقل مباراه يعني تحت يعني بالظلال، يمكن المباراه لان الفريقين يمكن لهم يعني سجل جيد. يونان بطلة كاس اوروبا 2004 لكن حاليا ما في اسماء. منتخب رومانيا فريق لصولاته وجلاته في فتره سابقه، ايضا الفتره الحاليه ما في اسماء. تاهلهم للمجموعه هذه كان يمكن نظرا لظروف المجموعات اللي لعبوا فيها رومانيا لعبت مجموعه هولندا واليونان ايضا مجموعه مو متذكر بصراحه، بس لكن اعتقد المجموعه ما كانت صعبه. بالتالي وجود الفريقين ما كان يعني ما في دائره ضوء مع هذا. اليونان طبعا تفوقت 3-1 صارت لها افضليه في المباراه القادمه في بوخارست في رومانيا. اليونان منتخب اليوناني صار عنده باجل خطوه ويتاهل لكاس العالم. نعم استاذ انور، اذا نتكلم اكثر على تعادل ايسلندا مع كرواتيا، هل تشوف انه في المستقبل ممكن تتغير بعض نتائجهم اذا شاركوا مع منتخبات اخرى؟ لا طبعا يعني المباراه هنا الفريقين خلاص صاروا مع بعض، يعني واحد منهم راح يتاهل. المنتخب الايسلندي لاول مره يوصل للمرحله هذه لاول مره في تاريخه، اكيد انجاز بالنسبه لهم، لكن طبعا الانجاز ما يكمل الا اذا تاهلت كاس العالم، يعني ما راح تذكر التاريخ انك تتاهلت للملحق وطلعت. المنتخب الايسلندي ايضا ما برز في الفتره الاخيره اسماء، كان في اسماء قبل السابق، حاليا ما اعتقد ان في اسماء مؤثره بالتشكيله، لكن قدم مستوى جيد.
واعتقد ان منتخب خبيب مثل كرواتيا يتعادل 0-0 مع ان كانت على ارضه، المباراه الثانيه راح تكون احتمالاتها مفتوحه، لكن طبعا الافضليه اللي في اصحاب الارض هم كرواتيا، وطبعا كرواتيا اكيد كثيرين يتمنون يشوفون الاسماء المعروفه مودريتش واسماء كثيره معاه في التشكيله ممكن تسهم في اثاره بطوله كاس العالم في السنه القادمه. اكيد يمكن تكلمنا الحين على المنتخبات هذه، ننتقل الى ملحق سياسي وخساره الاردن امام الاورجواي. الاورجواي هو منتخب غني والله، 5-0 تخسر على ارضك 5-0، اعتقد هذه بروحها يعني ما تحتاج تحليل، يعني 5-0 كارثه بكل مقاييس. أسوأ المتشائمين للمنتخب الاردني ما توقع ان المنتخب الاردني يخسر يعني في عمان على ارضه بين جمهوره، وجمهور الاردني جمهور جدا متعصب ويشيل الملعب، و5-0 يعني من نهايه منتخب الاورجواي خبرته والاسماء اللي فيه احد افضل نجوم العالم كافاني وسواريز، وايضا الخبره فورلان، خط الوسط خط الدفاع اسماء خبيره يعني في الدوري الاوروبي. مهمة طبعا اعتقد الحين يعني الموضوع موضوع محرج جدا انك تسافر للاورجواي وانت خسران 5-0 في الدار. شو بتسوي؟ 10 شو بتسوي يعني؟ 10-0 يعني وعلى ارضهم بعد. على ارضهم يعني مباراه، وطبعا فارق الفارق الجو والعوامل عوامل الطقس والمناخ هناك اكيد المنتخب الاردني راح يتاثر، لكن انا اشوف ان هذا مؤشر ان فعلا قاره اسيا تعاني في الفترة الحالية. 4.5 مقاعد معطينها لآسيا صراحة ما تستحقها، يعني يمكن الناس يتزعلون مني منتخبنا الذي يوصل من آسيا بس صراحة آسيا أسوأ قارة حاليا في كرة القدم، يعني منتخب اليابان وكوريا الجنوبية يعني واستراليا معهم، المنتخب الإيراني هو الفريق اللي طبعا اجتهد وصعد، لكن أشوف الثلاث فرق هذه هي دائما تستحق تصعد كأس العالم وقاعد تتطور، الباجين محلك سر يعني المنتخبات العربية أو منتخب إيران أو أوزبكستان صراحة ما قاعد أشوف إنه يتطور، والمنتخب الأردني هذا آخر درس. 5-0 اعتقد نتيجة مؤلمة. صحيح. احنا الحين خذينا اخر الاخبار في المحلية سواء كانت او الاوروبية، اذا بنتغلي الملحق امريكا الشمالية وخصوصا مع انه هو شبه مضمون تأهل مكسيك على نيوزيلندا، هل شفناه متوقع او لا؟ زي ملحق امريكا الشمالية وش اسمه او شنو؟ اوقيانوسيا. شنو؟ اوقيانوسيا. اوقيانوسيا انت خلتني انا اقولها اوقيانوسيا. اوقيانوسيا اي صح خلاص يمكن المكسيك عانت في تصفيات كاس امريكا الشماليه، المكسيك اخذت الرابع على مستوى 6، المكسيك تعتبر دائما هي الاعرق منتخب في امريكا الشماليه، وانه ياخذ الرابع على مستوى امريكا الشماليه كانت ضربه قاسمه للمنتخب، ومع هذا 5-1 حقق على منتخب نيوزيلندا، وكان متوقع منتخب نيوزيلندي او قاره اوقيانوسيا هذه ما تطلع اسماء بعد ما تم استثناء استراليا. واسمي ما راح تطلع اسماء، هي اسمها صعب تطلع اسماء. لا لا يعني شو انت في السابق كانت استراليا تشارك في القاره، تم استبعاد استراليا وضمها لاسيا لرفع مستوى اسيا، بالتالي الاسماء اللي صارت تلعب ملحق يعني انت مقعد ملحق للفريق القاره كلها ما في مقعد دعم. وهذا فعلا شيء واقعي لان نيوزيلندا طبعا منتخب كمنتخب لم يشارك، شارك في 2010 وما قدم ذاك المستوى المطلوب، لكن في النهايه المكسيك 5-1 اعتقد مباراه الاياب في نيوزيلندا يمكن خسارته مو مؤلمه مثل خساره الاردن، لكن في نيوزيلندا اتوقع المكسيك يعني راح تحسم الامور وتصعد. ننتقل من اوقيانوسيا الى تصفيات النهائيات في افريقيا، وتاهل سال عاج ونيجيريا. سال عاج ونيجيريا والكاميرون امس، تونس ايضا منتخب عربي جديد تلقى ضربه، كلنا تلقينا ضربات حتى بالكويت مطر تلقينا ضربات، كل مكان تلقينا ضربات. فعلا المنتخبات العربيه قاعده تقدم مستوى سيء في التصفيات، وهذا حتى في كاس العالم الماضي اذا ما شفنا اسماء قدرت تصعد. ساحل العاج اعتقد انا بوجهه نظري كاسماء وكفريق وكامكانيات هو اقوى فريق افريقي حاليا، بعد بالرغم انه قاعد عنده عقده من كاس افريقيا مو قادر يحققها، لكن منتخب قوي جدا، الاسماء اللي فيه يتمناها اي صحيح. مدرب في اوروبا بسرعة في فريق طبيعيه بالملعب طبعا، الاسماء دروغبا وكالو اسماء كثيره يعني، ويا توري وحبيب كولو توري. لكن ايضا من سوء حظ السنغال، المنتخب جيد مثل السنغال وقع مع ساحل العاج، اعتقد طريقه القرعه كانت ظالمه هالمره انك انت تحط 10 فرق يلعبون 5-5، لان ممكن فريقين يطيحون مع بعض اقوياء، ممكن ساحل السنغال اتوقع لو يلعب مع فرق ثانيه كان ممكن يفوز ويتاهل، لكن لسوء حظه وقع مع ساحل العاج وخسر 3-1 بعدين تعادل، كان تعادل بعدين فوز ساحل العاج. نيجيريا طبعا منتخب متميز وقدر في الفتره الاخيره يرجع مره ثانيه للاسماء الجديده، قامت تفرض نفسها وقامت وفاز على اثيوبيا في الذهاب والاياب، اعتقد فريق النيجيري فريق اكيد يعني ما يعاني ما راح يعاني، ومتوقع انه يقدم مستوى جيد في كاس العالم. يعني طبعا الفرق اللي تونس خسرت 4-1 مع انها قدمت مستوى جيد في الذهاب على ارضها، لكن 4-1 طبعا الكاميرون التهمت الاسود التهمت تونس
وبالتالي ودعنا منتخب عربي جديد من البطولة. مصر طبعا متوقع لها أنها تغادر لأن خسرت في الذهاب، غانا باكر راح تلعب مع غانا وخسرت في الذهاب 6-1، بالتالي لازم نفوز 5-0 في مصر، وهذه ايضا مشكله طبعا راح يعاني منها المنتخب المصري. وايضا في الاخير المنتخب الاخير الوحيد اللي ممكن نشوف منتخب عربي في النهايات هو المنتخب الجزائري، بالرغم انه خسر من بوركينا فاس 3-2 صحيح، لكن اعتقد في الاياب ممكن يسجل هدف واحد ويتاهل. صحيح، مواضيع جدا جميله واخر الاحداث في الكره بشكل عام سواء اوروبيه او اسيويه راح نكملها من بعد هذا التقرير، خليكم معنا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل مستمرين في فقرتنا الرياضية مع المحلل الرياضي أنور صرخ. أستاذ أنور، إذا نتكلم أكثر على المباراة الودية اللي راح تصير وأهمها بين إيطاليا وألمانيا وأيضا خسارة إنجلترا أمام تشيلسي. تشيلسي فريق يعني هي فرصة طبعا، الحين بدأنا ندخل المراحل الأخيرة، القرعة راح تصير بعد بشهر 12، بالتالي المنتخبات الحين بدأت تهيئ اللاعبين تشوف جاهزية الفرق، جاهزية اللاعبين للكأس العالم. أقوى مباراة طبعا إيطاليا وألمانيا، فريقين أسماء كبيرة، فريقين كبار. يمكن تكلموا أن المباراة هذه مباراة الشوط الواحد، وواحد واحد انتهى الشوط الأول، واحد الشوط الثاني ما وقف اللعب تقريبا، صار اللعب مجرد روتين، وصار المدربين يبدلون اللاعبين يجربون اللاعبين، فبالتالي يعني يمكن الأداء كان لا بأس فيه من الطرفين، ما كنا نقدر نقول الفريق تفوق على الفريق الثاني، لكن أعتقد ألمانيا عندها رغبة قوية أن تفوز على إيطاليا، لأن عقدة من 19 سنة ألمانيا ما هزمت إيطاليا وحتى مباراة رسمية عمر ولا مرة فازت ألمانيا على إيطاليا. المباراة الثانية طبعا تشيلي وإنجلترا، أعتقد كانت خسارة مؤلمة لإنجلترا على أرضها من تشيلي 2-0، أليكسيس سانشيز لاعب برشلونة صح، سجل هدفين، دلعنا الكل. لكن طبعا طلع تصريح قوي شوي بعد المباراة، قال احنا جايين ناخذ كأس العالم، يعني شوي اخذ دفعة معنوية قوية من المباراة. اعتقد هذا يمكن يدق ناقص الخطر بالنسبة هوتسون مدرب انجلترا، ان حالة دفاع انجلترا الأهداف تسجلت بسرعة، والهدف الأول تسجل بسرعة، المنتخب الإنجليزي كان عاجز انه يجاري تشيلي. لكن اعتقد هوتسون عنده فتره يعني كافيه ان يعد الفريق، خصوصا بعد توقف الدوري شهر 5 تبدي الفرق عاد تدش معسكرات الاخيره النهائيه للعب. البرازيل طبعا اصحاب الارض وكلام كثير انهم يعني ابطال كاس القارات، وبالتالي يعني مباراه فوزهم على هندوراس 5-0 كانت نتيجه كبيره. يمكن منتخب البرازيل يحاول انه يلعب مباراه ما يصير فيها ضغط كبير على الفريق على اساس انه يسترجع الثقه، سكولاري يحاول يسترجع الثقه لفريقه، وصرح احنا يعني بطولة راح ناخذها كاس العالم، عنده ثقه كبيره بفريقه داش رسمي كذي اي، ولا كنا في افريقيا ولا اسبانيا لا المانيا ولا لا ايطاليا ولا برازيل بالضبط، احنا ماخذين الكاس يعني. يمكن مباراه الجاي اعتبر اختبار صعب للبرازيل، راح تلعب مع تشيلي، مباراه اكيد مواجهه كبيره، لكن يمكن تشيلي تفتقد افضل لاعب عندها حاليا هو ارتورو فيدال لاعب يوفنتوس، نجم جدا مميز، واعتقد يعني راح يكون فارق لو كان يلعب في المباراه هذه، كان يبقى علامه فارقه بالنسبه لمنتخب تشيلي. باجي طبعا احنا لا زلنا قلنا نتكلم الحين تصفيات خلصت المباريات الملحق، احنا نبي نخلي شوي جنب للمباراه، نتكلم عن اصابات لاعبين كبار مثل ميسي وخضيره. والله الحين اعتقد ان نتكلم عن ميسي وخضيره، طبعا ميسي مشكلته الفتره الاخيره صار امر مقلق، والصحافه الاسبانيه قاعده تهاجم نادي برشلونه ان اصابه ميسي هذه انتم مو قاعد تصرحون، اداره النادي صرح بشكل رسمي ان اصابه في الفخذ، مع ان في البدايه اول ما طلع اصابه الاربطه معناته انتهى الموسم بالنسبه لميسي، وبالتالي الصحافه الاسبانيه قاعده تطالب برشلونه ان يكون صريحين اكثر، وما حد عارف هل ميسي راح يرجع بعد شهرين مثل ما قالوا الاداره، ولا ميسي اصابته بطوله. وهو صرح ان انا ما راح ارجع الا لما اكون يعني بكامل لياقتي واحس انه فعلا قادر ادي بشكل جيد في الملعب. هذه طبعا راح تكون مشكله كبيره بالنسبه لفريق برشلونه، وايضا كابوس بالنسبه للمنتخب الارجنتيني اللي هو ميسي النجم الاول. اصابه سامي خضيره طبعا موضوع لما دش المباراه الوديه، هذه مشكله الحين صارت تعاني منها المنتخبات مع الانديه، خلاف كبير يعني اللاعب يترك ناديه ويروح يلعب مع المنتخب، والانديه تبدا عاد
تشد هذا اللاعب ترى عندي تم تعور لا تلعبه. مدرب النادي يقول حق مدرب المنتخب لا هذا اللاعب عندي ترى ما بيك تلعبه ترى مهم بالنسبه لي. هو يدلع بينا عطني مليون لا اول منتخب ما في يعني المنتخب ياخذ بطولات بعد البطوله المنتخب يلعب بالنهايه باسم بلده. سامي خضر طبعا اصابته رباط صليبي 6 شهور يعني احتمال قوي جدا حتى كاس العالم ما يلعب يعني انتهى الموسم بالنسبه لسامي خضيره وميسي اصابه يعني مدى طويل. يصير متابع ومتجمهر متجمهر على قولتك بين الجمهور. نعم استاذ انور هل تشوف ان اصابه لاعبين كبار مثلهم ممكن تاثر على المنتخب على ايضا مبارياتهم بالنتيجه ممكن احنا نقول اكيد طبعا تاثر. المشكله الحين ان اقروا الفيفا اقروا تعويض تقريبا الكلام من قال في ارقام متضاربه 3.5 مليون يورو او دولار لنادي ريال مدريد. بالتالي في الفتره القادمه اذا الموضوع صار بالطريقه هذه تامين على اللاعبين بالتالي اللاعب في المباراه القادمه في الفتره القادمه ما حيأدي بالشكل المطلوب مع منتخبه يخاف. وضغط اكيد في ضغوط من مدرب النادي اكيد في ضغوط من نادي من اداره نادي وايضا في النهايه هو اسم مثلا سامي خضيره مدرب لاعب الماني والالماني توقعوا من اشياء كثيره خصوصا انه هو لاعب متميز في مركز الوسط الدفاعي الوسط الشرس هذا اللي يخيف اللاعبين الوسط اللي امامه ولاعب ما يتعوض سواء في المانيا او في منتخب او في نادي ريال مدريد. صحيح. نعم اتوقع ان هذه اهم الامور اللي ممكن تاثر على النوادي وعلى المنتخبات وايضا ممكن تكون اصابات اللاعبين تشوف انها ممكن تشكل مشاكل مع اعضاء ممكن المنتخب كإدارة. ممكن كإدارة. صحيح اداره النادي فعلا قلت لك انا قاعد يصير شد وجذب يمكن كاس العالم 2010 بعض اللاعبين ما اتذكر الاسم صارت مشكله كبيره بعد كاس العالم اي روبن ان اشتكى ونادي بايرن ميونخ انت لعبت طول البطوله وهو لاعب ما كان جاهز طبعا كلام يعني في النهايه منتخب لاعب مثل روبن لا يمكن المنتخب هولندا يستغنون عن لاعب قيمه صح. روبن بعد ما انتهت البطوله روبن كثير الاصابات وبالتالي صارت مع اصابه تاخر عن بدايه الموسم وبايرن ميونخ طبعا قوم الدنيا وما قعدها وشلون لعبتوه وليش لعبتوه وضغطتوا عليه وفي مباراتكم ممكن تريحه لكن طبعا هذه النهايه ما في صح في الموضوع هذا صح. هذا عنده وجهه نظر وهذا عنده وجهه نظر كل واحد ينظر لها بطريقه معينه. بنتكلم على عجاله عن تصريح رونالدو وعدم مشاركته في التكريم الكره الذهبيه. والله انا يمكن اول مره اصير مع كريستيانو رونالدو بصراحه اللي صار جوزيف بلاتر تصريحه جدا جدا غريب وقاسي يعني انه يتكلم عن رونالدو لاعب بس شغلته يصفف شعره يدور شامبو حق شعره كلام بهالطريقه وكتصريح بالضبط يعني قال كلام وانا ميسي مثل ولدي والامور هذه طبعا ما تصدر من رئيس اتحاد الفيفا المفروض يكون حايد بشكل واضح ما يتكلم بالموضوع ما يتكلم خصوصا ان التصويت ما خلص يعني انت متكلم تصويت لما تصريح مثل هذا اكيد ياثر على مدربين كثار او لاعبين كبات انه تصويت افضل لاعب في العالم الكابتن المنتخب ومدرب منتخبات المنتخبات في كره القدم اللي هم اتحادات الفيفا يصوتون لما يطلع جوزيف بلاتر ويتكلم بالطريقه هذه يعني اشكال اقول اكيد في ما اتوقع في خلاف شخصي ما بينهم اللي ادى انا طبعا انه كريستيانو رونالدو لاعب منتخب ولاعب نادي وين بيوصل بخلاف مع مشكله مع رئيس اتحاد الفيفا يعني لكن انا قلت لك يعني جوزيف بلاتر عليه علامات استفهام كثيره حتى قبل التصريح تصريحاته دائما تثير الغضب يعني كاس العالم 2010 صرح اعتذار لبعض المنتخبات على اخطاء التحكيم هذا كلام ما ينقال طبعا الحكم في النهايه جيش بشر ويخطئ والمشكله انه اعتذر لبعض المنتخبات وسكت عن منتخبات ثانيه فاحتجت منتخبات قالت المباراه احنا انظلمنا فيها ليش ما اعتذرت لنا بينه مو محايد مو محايد لا للاسف مو محايد جوزيف بلاتر المشكله الاخيره اللي صارت مع بن همام القطري واستبعاد بن همام قتل بن همام يعني في سياسيا في ترشيحات كمرشح لرئاسة الفيفا بالتالي صار بلاتر الثلاث أربع سنوات الحالية والقادمة أنه هو رئيس الفيفا وبالتالي مشاكله ما تخلص. مباريات قادمة مهمة في الأسابيع القادمة الحين طبعا نتكلم عن الملحق الحين أهم شيء الملحق كل العيون على الملحق لأن يمكن ملحق قلنا قيانوسيا وأمريكا الشمالية محسوم ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية معنا ما كنا نتمنى يكون بالصورة محسوم لكن طبعا الملحق الأوروبي الأسماء الأوروبية دائما قارة أوروبا هي قارة كرة القدم يعني نتكلم كواقع نعم أستاذ أنور يمكن خذينا منك أهم الأخبار وأهم الدوريات اللي راح تصير في المستقبل وأيضا آخر مستجدات اللاعبين في هذه المواسم شرفنا أكيد في كل يوم اثنين أكيد المحلل الرياضي أنور صرخو كانت هذه حلقتنا أحمد أي طبعا وصلنا للختام أسرار يعطيكم العافية وأخذوا الحيطة والحذر في هذه الأجواء الممطرة الجميلة ويعطيكم العافية على تواصلكم معنا في أمان الله.